زوج هامل اللي عاملين له مجهز، يعني لو في عربية بتتزق أو بتاع تقدر توصل بيها لغاية الشاطئ يعني وببلاش، عاملينه ببلاش مجاني مجاني. لا الفكرة نفسها البحر والرملة هنا ما حصلوش. لا وتجهيز الشط للأشخاص ذوي الهمم فكرة إنسانية صح، والحقيقة إن هي أتصور إن مفيش شواطئ كتير في مصر كده. وإحنا عاملين كمان شاطئ عام في آخر الممشى هنا، عاملين شاطئ عام لكل الناس، والحقيقة عليه إقبال كبير جدا. أيوة ثلاث ايام كل اسبوع، خميس وخميس جمعه سبت في مسرحيه، عاملين بعض المسرحيات، عاملين ثلاث مسرحيات منهم بالتعاون مع موسم الرياض. هاي انا عاجبني فكره خلق الحدث، يعني انا بصراحه يعني ان انت قادر، طبعا الساحل الشمالي بطبيعته نهاري والناس بالليل ممكن بتقعد في بعض القعدات في الكافيهات او الفنادق، فكره ان انت تضيف نشاط مسرحي، يعني انا واحد من الناس ممكن اسهر، ممكن اقضي الشاطئ النهار، وفي نفس الوقت ممكن في لحظه من اللحظات ان انا اروح اتفرج على اي مسرحيه او اي عرض انتوا بتعملوه. احنا عشان نعمل حاجه متكامله كانت احنا عملنا الارينا الناحيه الثانيه، الارينا هي الحفلات والمغنيين الكبار. السنه دي ضفنا شويه حاجات كتير، السنه دي ضفنا ما بنعرفش نجيب تذاكر. لا ازاي؟ اه والله تخلص بسرعه، يعني انا كل يعني كل ما بسال، طبعا انا اولادي بيحبوا يروحوا وكل حاجه، بس كل ما باجي اسال الاقي التذاكر خلصت. واضح ان يعني بمجرد ما بتنزل بتخلص يعني. واو ايه ده؟ مسرح حلو. لا ده حاجه، بص انا هقول لك على حاجه، يعني واضح ان احنا قدرنا نستثمر في خبراتنا المتراكمه ان احنا نعمل الشكل ده، يعني اي حد ممكن يدخل، لا يمكن ان هو يصدق ان ده مسرح مؤقت بيتحط ايام الصيف بس، مكيف وجودة الصوت وجودة اللايتنج، تهوية واسعة، ستيج واضح وعالية. انا ممكن بعد اذنك انا عاوز ابص على، عاملين الديكورات اغلبها كلها شاشات عشان تقدر تغير الخلفيات بسهولة. حلو قوي عشان تقدر، ومع شوية ديكور قليل بأمانة يعني انا ما كنتش متخيل ان هيبقى الموضوع بهذا التنظيم، وفي نفس الوقت المسرح شرح واسع فسيح يعني، والستيج واضحة، أي حد قاعد في أي نقطة في المسرح يقدر يشوفها يقدر يتفرج. وحضرتك بتقول إن أنظمة الصوت واضحة. لا أنظمة الصوت على أحدث مستوى، هي والإضاءة. وثلاث أيام في الأسبوع، كل مسرحية ثلاث أيام في الأسبوع. حلو قوي. جنب المسرح فيه دي انشطه رياضيه واطفال مفتوحه. مفتوحه، عاملين ملعب باسكت، ملعب كوره، ده بيحتفل بسعادتك. انا اللي كنت بشوفه من الصور في التلفزيونات خلاني لازم اقول عاوز اشوف. احنا مبسوطين، كانت الناس دايما بتيجي تقول انا رايح الساحل الشمالي، دلوقتي بقى فيه انا رايح العالمين. فده في حد ذاته في سنه واحده من السنه اللي فاتت للسنه دي. لا بامانه البنيه التحتيه، الشوارع، الشواطئ، المباني، حتى طراز المباني نفسه بامانه زي احدث عواصم العالم. انا كل اللي اقدر اقوله ان دي كانت مجرد صحراء ليس بها الا شويه رمل. صحيح. فجأة بقى فيها ناس وبقى فيها أنشطة تجارية وأنشطة ثقافية، يعني إحنا قدرنا إن إحنا نخلق مجتمع في ظرف سنوات بسيطة جدا، يعني زي ما بيقولوا بقى وجهة
لأي حد بيدور على جو نظيف واستثمار ونشاط تجاري ونشاط سياحي. دي حاجة الحقيقة أنا شفتها بعناية يعني.